أنا اليوم موجود بهذه المظاهرة للتنديد بالحرب الغادرة على الشعب الأوكراني، كما أننا بما أننا عينينا في سوريا من إجرام الرئيس الروسي بوتين. الآن الشعب الأوكراني يعاني من نفس الهمجية ونفس التدمير. لهذا السبب أنا هنا مع الأوكرانيين قلبا وقالبا ومتضامن معهم. Das ist schwer zu ertragen ist, vor allem für mich aus einer Generation, für die Frieden und Freiheit in Europa selbstverständlich sein sollte. Und jetzt werden europäische Freunde angegriffen von Russland. احنا واقفين هون اليوم ضد الهجمة الروسية وتضامنا مع الشعب الأوكراني. احنا بنعرف الحرب، بنعرف التهجير، وهلا عم يصير نفس المصير بأوكرانيا أوروبا، وبده يدمر البلد. يعني كل شيء عالم وقفت مع هالمجرم هذا، هو هذا السبب، لأنه خلوه السبب اللي صار هيك، لأنه خلوه يعمل اللي بده إياه ويأجرم بسوريا، وهلا جاي أجرم هون بأوروبا. والعالم نفسه هو مذنب، يعني هو اللي ترك المجرم يقتل ويدمر ويهجر الشعب السوري، وهلا جايين هو بده يهجر الأوكرانيين وبده يدمر أوروبا ومحتل. شوف الشعب الأوكراني كيف طلع، الشعب السوري هون بأوروبا لازم يكون إيد وحدة، وكلياتنا نطلع. 50,000 بفيينا بيحضر منهم 100 200 بالمظاهرة، ما بعرف يعني هل بنقصنا وطنية؟ هل ملينا؟ سلام أوكرانيين! غروا يا مسلابة! سلام أوكرانيين! غروا يا مسلابة! سلام أوكرانيين! غروا يا مسلابة! سلام أوكرانيين! في هذه المناسبة اللي مجتمعين فيها العالم كلها ضد المجرم بوتين اللي دمر سوريا، أكبر داعم للأنظمة الدكتاتورية بالعالم، يعني بنسأل العالم كلياتها منه، كلياتها تتوحد، العالم كلياتها ضد هذا الدكتاتور، هذا المجرم هو والنظام السوري اللي عم بيدعموا، الاثنين عم بيدعموا بعض بالأحرى. ولذلك يعني بتمنى من الإخوان السوريين اللي موجودين بفيينا عندما يكون هيك في مظاهرة يكونوا يعني متماسكين متوحدين، ويعني هي أكبر مثال. 4,000 بني آدم موجودين مشان قضيتهم. نحن للأسف الشديد بصير عندنا قضية كبيرة وصل لها 11 سنة تقريبا. للأسف الشديد بصير عندنا مظاهرة وعندنا احتجاجات ما بتلاقي موجود 50 واحد للأسف. وبتمنى يعني الشعب السوري إنه يتوحد، يكون كلمة واحدة، وهذا بتمنى من الله. Was haben wir begonnen? Wir haben begonnen diesen Kampf für Ukraine. Für unsere Unabhängigkeit. Was ist 2014 passiert? Putin hat Krim annexiert. Putin hat einen Krieg in Donbass begonnen. نحن متواجدين لمساندة الشعب الأوكراني في ظل الهجمة الهمجية الروسية اللي قايدها بوتين. طبعا نحن حسينا في الشيء اللي هن حاليا عم يعيشوه من وراء بوتين. بوتين عبارة عن سلطان. سلطان بيغزي كل الدول، وكلنا بنعرف وبنشوف لما كان بيبدا الهجمه على اوكرانيا نزل على روسيا واجتمع مع السلطان اللي لسه اكثر منه هو بشار الاسد. فلنريح الوطن كاملا والقاره الكره الارضيه من هالشيء، من الحروب، من كل شيء، لازم شايل هالسلطان هو بوتين وبشار الاسد. ونحن حاليا متواجدين هون تضامنا مع الشعب الاوكراني، لان نحن شفنا تضامن من قبلهم معنا في ظل في ثورتنا وفي الشيء اللي قدم لنا اياه بوتين. ما نشوف غير البراميل الحرب الروسيه يضربنا، وهلا نفس الشيء الشعب الاوكراني عم يعيشه. فبنتمنى من جميع الدول
وقف الهجمة الروسية على أوكرانيا. صبورنا أوكرانينا ودنا يدينا صبورنا أوكرانينا ودنا يدينا صبورنا أوكرانينا ودنا يدينا صبورنا أوكرانينا. طبعا احنا متواجدين اليوم لدعم الشعب الأوكراني الشقيق بسبب آلة الحرب الروسية التي يشنها عليهم المجرم بوتين، ونحن نتذكر دائما المآسي والويلات التي حلت ببلدنا الحبيب سوريا وبشعبه من هذا المجرم الفاشي، هو وبشار الأسد الذي اتفق مع إيران وبشار الأسد على تهجير الشعب السوري وتدمير سوريا. ونحن الآن متواجدين في خيمنا دعما للشعب الأوكراني ولكافة شعوب العالم التي تنادي بالحرية والديمقراطية والسلام. سلام أوكرانيا، سلام أوكرانيا، سلام أوكرانيا. أحب أوجه رسالة للشباب بفيينا، للسوريين بفيينا، خلينا نكون إيد واحدة بغض المناطقية، بغض النظر عن كل شيء، خلينا نكون بذكرى الثورة موجودين عم نتظاهر، نكون إيد واحدة، واتمنى حضوركم. شكرا. Terrorist!